السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الحمد لله اكتملنا المسجد الإحسان وافتتحنا نحن فتحا من المحلية، ونحن ننتظر لكم الافتتاح الكامل إن شاء الله. نحن نرجوكم الزيادة الصف الثانية لبناء المسجد ومركز الإحسان. الله يجزيكم بالخير، الله يوفقكم بالتوفيق تماما. نحن ندعو لكم الخير ويدخلكم جنات النعيم الذين تبرعوا كل المتبرعين بلجيكا فرنسا وهولندا وتركيا. كل أهل المتبرعين الله يجزيكم بالخير، الله يبارك فيكم، الله يبارك في مكتب في HPL. آمين يا رب العالمين، يدخلكم جنات النعيم الفردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسجد الإحسان.